أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأها بالعناوين. في موقع المصدر أونلاين، ميليشيا الحوثي تختطف 4 من أبناء قرية صغيرة في صنعاء. صحيفة عربية تتساءل عن العلاقة بين قرار منع اليمنيين من السفر إلى أمريكا والهجوم على البيضاء. ومن أكثر الأخبار قراءة في الإمارات اليوم، ثري بريطاني يتبرع بمنزل لمشرد عاش ذكرياته القديمة. أهلا بكم. في تقرير خاص بموقع الاشتراك نت بعنوان فشل خيار الإنقلابيين، الأرض مقابل السلام، قال التقرير: مع تسليم مرتبات الموظفين المدنيين في العاصمة صنعاء، يكون قد استقر في وعي المرتبطين بالمدينة الفرق بين سلطة الشرعية وسلطة ميليشيا الانقلاب والحرب والانفصال. وأضاف التقرير: لا مستقبل للميليشيات. هذه خلاصة المؤامرة الدامية التي يواجهها المجتمع اليمني اليوم، عندما أخذ إعلام الانقلاب والحرب يروج لمشروعه أو لمشروع محاولة الانفصال، كان يروج دون أن يدري لتشييع الانقلاب إلى مزبلة التاريخ. ومن يومها عجزت سلطة الانقلاب والحرب والانفصال عن توفير المرتبات، أو بالأحرى امتنعت عن ذلك، مكتفية بالمشروع المفضل لديها والذي لا تجيد غيره، مشروع النهب المقدس تحت مسمى المجهود الحربي. فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يمكن لعصابة أن تبني دولة ولا هي تفكر في ذلك. ويتابع تقرير الاشتراك نت: تنفذ ميليشيا الثورة المضادة سياسة الأرض مقابل السلام كما ورثته وخبرته، فعززت المحافظات بالقوة في محاولة لفرض شروطها غير المعلنة، من يرد السلام فليقبل بالاستيلاء على الأرض. إلى موقع الموقع بوست، يتابع صرف الحكومة الراعية لمرتبات الموظفين في عدد من الجهات وعنوان الموقع: بن دغر يوجه بسرعة صرف مرتبات مستشفى الثورة العام بصنعاء. وقال الموقع إن رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وجه وزارة المالية بسرعة صرف مرتبات موظفي مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء حسب كشوفات الراتب للعام 2014. وجاء توجيه بن دغر بناء على الطلب المقدم من وزير الدولة أمين العاصمة عبد الغني جميل بعد حصول الأخير على كشف رواتب موظفي وأطباء مستشفى الثورة. ويتابع الموقع أو موقع الموقع بوست: مستشفى الثورة العام بصنعاء هو المرفق الحكومي الثاني الذي حصل على توجيه بسرعة صرف الرواتب بعد أن تم صرف رواتب موظفي التربية والتعليم بالأمانة وديوان عام الوزارة. ما بعد المخاء؟ تحت هذا العنوان كتب مصطفى النعمان مقاله المنشور في التغيير نت، وقال في جزء منه: نشأ وضع ميداني جديد، ولا أدري إن كان الحوثيون قد استوعبوا الحقائق الجديدة والتي تحتم عليهم التوقف لمراجعة ذاتية وإعادة النظر في تصوراتهم بأنهم أصحاب رسالة إلهية، وأن لهم حقوقا تاريخية لحكم بلد يدعون ضرورة استرداده ممن يزعمون أنه انتزع منهم في سبتمبر عام 1962، وبالغوا في الاعتقاد بإمكانية العودة بعقارب ساعة التاريخ القديم منه والحديث. ويزداد يقيني بأنهم لم يقرأوا إلا فصولا معينة من تاريخ اليمن، ولا يعلمون كيف تدار العلاقات الإنسانية، ولا يمتلكون المهارات السياسية الكافية ليتعرفوا على المتغيرات في المحيط القريب، ولا ما جرى من تغيير جذري في المجتمع خلال 60 عام الماضية، وتسبب هذا الجهل أو التجاهل والإنكار في اندفاعهم بغير هدى، وتعسفهم في استخدام القوة ضد خصومهم، وإقصاء كل معارض أو محتج. يزداد المشهد قتامة مع كل قطرة دم تراق على الأرض اليمنية، وبارتفاع أعداد اليتامى وتصاعد الكراهية والحقد والرغبة في استعادة الحكم ولو كان الثمن دمار كل الوطن. ورغم ذلك، ما زال أمام اليمنيين فرصة لوقف المزيد من النزيف والدمار والبدء في التفاهم حول وسائل انتقال إلى حالة من الهدوء النفسي، ولو بصورة مؤقتة تتيح للبسطاء التقاط أنفسهم ومحاولة العودة إلى حياتهم الطبيعية. وسيكون على كثير منهم توقع مواجهة الفواجع التي لم يكتشفها الناس بعد. إلى موقع المصدر أونلاين، والذي أورد العديد من العناوين بينها:
الحوثيون يختطفون 4 مدنيين بحملة مداهمات لمنطقتي ضروان والجايف شمال العاصمة صنعاء. وأفاد شهود عيان وسكان محليون في مديرية همدان شمال العاصمة صنعاء بأن مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق صالح شنوا حملة اختطافات في قرية ضروان. وذكر السكان في أفادات متطابقة للمصدر أونلاين بأن الحوثيين اقتحموا بأكثر من عربة عسكرية القرية وخطفوا 4 مدنيين من المعارضين لانقلاب الجماعة على سلطات الحكومة الشرعية. وأشاروا إلى أن المختطفين هم الشقيقان عبد الله وحبيب لطف محمد وصهيب عوض هبة وفهمي سرحان. تذهب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إلى أن أكثر من 2 مليون طفل يمني خارج المدارس بسبب تداعيات الحرب. موقع المشاهد أورد قصصا لعدد من هؤلاء الأطفال، بينهم الطفل نشوان نضال والذي يقضي نحو 14 ساعة من العمل يوميا في مقهى صغير شمالي العاصمة صنعاء منذ أن اضطر لترك مدرسته بسبب ظروف أسرته المعيشية قبل حوالي عام ونصف مقابل دخل شهري قدره 20,000 ريال. ويضيف الموقع نشوان هو أحد 5 إخوته ينحدرون من أسرة يمنية فقيرة. شقيقه الأصغر ترك أيضا مدرسته هذا العام ليلتحق بالعمل منذ حوالي شهر في مخبز بمدينة عدن. ويعتقد باحث تربوي يمني أن بقاء الأطفال خارج المدارس يهدد مستقبلهم ويفاقم مشاكل البلد وسيؤدي إلى مزيد من الفوضى والعنف، وربما نشهد جيلا كاملا من المتطرفين. تقرير الأمم المتحدة الممنوع تحت هذا العنوان كتب في صحيفة العرب الجديد معين الطاهر مقالا تحدث فيه عن تقرير تراجعت الأمم المتحدة عن إصداره. الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل عنوان التقرير الجريء الذي كان من المفترض أن يصدر عن الأمم المتحدة قبل أن يمنع رسميا ليضيف إلى واقعنا ظلما متجددا وليثبت أن حكايات الظلم وقصصه مسلسل طويل لا تنتهي حلقاته ولن تتم فصوله إلا عبر الطريق إلى عدل منشود. تصف ريما خلف الأمينة التنفيذية للإسكو والمشرفة على التقرير واقعنا العربي في مقدمتها اللافتة بأنها حفرة من النار لا تكف عن الاتساع. في العالم العربي نزاعات واقتتالات أهلية تعصف بثلث بلدانه، فتن طائفية تمزق شعوبه، دول تتنازل عن سيادتها طوعا أو إجبارا، بلاد تتداعى في عالم عربي لا عربي يصنعه الآخرون ويفرضونه على أهله بقوة السلاح. أما الناس فيخيرون بين السيء والأسوأ، بين جور الدولة وجور غيابها، بين ظلم الوطن وظلم المنفى، بين الموت والمذلة. بدأت قصة منع التقرير حين صادرت السلطات المصرية مسودة له من عابر في مطار القاهرة يعمل ضمن طاقم إعداده وتحريره، ومن حينها قامت الدنيا ولم تقعد. فالتقرير يكشف عورات كثيرين في مصر وغيرها ويفضح خصوصاً تلك الثورات المضادة والتدخل الأجنبي، ويقدم تشخيصا للإرهاب وأسبابه الحقيقية، ويكشف بوضوح الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني ولا يزال في محاولة للبحث عن العلة في هذا كله. لكن ما حدث يبقى غريبا، فليس من تقاليد الأمم المتحدة أن تمنع تقريرا صادرا عن إحدى هيئاتها الإقليمية وقبل إشهاره بأيام يشكل سابقة غير مألوفة في تاريخها الطويل. لذا كان الحل أن تتنازل الأمم المتحدة عن حقوقها الفكرية في التقرير وتتركها للمشاركين فيه الذي من المفترض أن يجتمع في وقت قريب لبحث مصير التقرير الموجود في المطبعة. قال موقع يمن مونيتور إن الشرطة اليمنية في محافظة المهرة تحتجز شحنة كتب إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين، ووجه وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطية بتحريز الكمية التي ضبطت بمنفذ شحن في المهرة حتى تتخذ بشأنها الإجراءات القانونية كونها تسهم في نشر التفرقة الطائفية بين أبناء المجتمع. وتتضمن الشحنة كتبا إيرانية تتناقض مع ثقافة التسامح والسلام والوسطية التي دعا إليها الدين الإسلامي. موقع مسند أورد في أحد موضوعاته في فلك الحرب سوريون يتقاسمون اليمنيين فرص العمل والعيش. وقال الموقع
تنتشر في العاصمة صنعاء وفي العاصمة المؤقتة عدن عشرات المحال لسوريين أغلبها مطاعم تقدم الوجبات السورية التي تجد إقبالا من اليمنيين وتزدهر رغم الأوضاع المالية والاقتصادية السيئة لليمنيين. ويضيف الموقع تعرضت محال لسوريين في أكثر من بلد بالمنطقة العربية لاعتداءات بحجة أنهم ضيقوا الرزق على مواطني البلد الأصليين، فيما يجد السوريون ملاذا آمنا في أفقر بلد على مستوى المنطقة ويتقاسمون مع اليمنيين فرص العمل المحدودة رغم الحرب الدائرة في البلد والأزمة الاقتصادية التي تمر بها. ويتابع الموقع أنشأ ناشطون يمنيون خلال عام 2015 صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم العون لإخواننا السوريين في اليمن، وتنشر إعلانات عن فرص عمل حصرا للاجئين السوريين والترويج لمحال السوريين باليمن بهدف زيادة الإقبال على هذه المحال كواجب ومساندة للاجئين. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم من جديد وإلى صحيفة العرب الجديد والتي عنونت قرارات ترامب الاستباقية مؤشرات على الحروب الأمريكية المقبلة. وتقول العرب الجديد قد لا يكون من قبيل الصدفة أن يتزامن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول رعايا 7 دول ذات أغلبية إسلامية إلى الولايات المتحدة مع العملية العسكرية ضد مواقع لتنظيم القاعدة في اليمن. العملية العسكرية بحسب الصحيفة أسقطت مبدأ أساسيا في الاستراتيجية الأمريكية التي اعتمدتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، والتي كانت تكتفي بتوجيه ضربات جوية لمواقع المجموعات الإرهابية في اليمن. وبالعودة إلى الأجندة المعلنة خلال الحملات الانتخابية، فإن ترامب ينتظر أن يقدم له جنرالات الجيش الأمريكي خلال الأسبوعين المقبلين خطة عسكرية محكمة من شأنها حسم المعركة مع تنظيم داعش بشكل سريع. ولا يخفى أن البلدان التي استهدف مواطنوها بقرار المنع من دخول الولايات المتحدة ستكون ميدان الحرب الأمريكية المقبلة. صحيفة الاتحاد الإماراتية قالت بأن رابطة المعلمات في العاصمة صنعاء نفذت وقفة شكر للحكومة الشرعية على جهودها المبذولة في إرسال مرتبات موظفي الدولة المتأخرة منذ أشهر. وتضيف الصحيفة اصطفت عشرات المعلمات في شارع رئيسي في صنعاء يحملن لافتات شكر للحكومة الشرعية على إرسال مرتبات موظفي التربية والتعليم المتأخرة منذ 5 أشهر، داعين إلى دعم المعلم من أجل النهوض بقطاع التعليم وبناء أجيال المستقبل. أما صحيفة الخليج فعنونت عن أكثر الموضوعات اهتماما هذه الأيام: الدموع تختلط في مطارات العالم والخوف يعم المدن الأمريكية. وتقول الخليج تحت ضغوط المتظاهرين الذين أحاطوا صالة الوصول في مطار جون كينيدي مطالبين بإطلاق سراح اللاجئين المحتجزين، وقف قرار ترامب الأخير وقرار المحكمة الفيدرالية بنيويورك بتعطيله، اختلطت دموع الفرح من الذين استفادوا من القرار مع دموع القلق لأسر الذين ما زالوا تحت الحجز، والتي قدرتهم ديلي ميل البريطانية ب12 شخصا في مطار كينيدي. على الهتاف والتصفيق في مطار كينيدي عندما خرج حميد خالد درويش وهو يضم يده رافعا إياها إلى الأعلى وسط حشد من الجماهير وتهليلها، وهو أحد اللاجئين العراقيين الذي اعتقلوا لمدة 14 ساعة في المطار بعد وصوله إلى نيويورك مع أطفاله وزوجته بعد ساعات من دخول قرار ترامب حيز التنفيذ، والذي رفعت الدعوى القضائية باسمه أو رفعت الدعوى القضائية باسمه أمام المحكمة. الكاتب المصري محمد عبد العزيز كتب عن إحياء الجامعة العربية مقالا في صحيفة الحياة اللندنية، وقال في جزء منه: لا تعرف السياسة تطابقا كاملا في المصالح بين دولة وأخرى مهما كان حجم المصالح المشتركة بينها، بل إن الدول الفيدرالية تعرف أحيانا اختلافات في الرؤى والمصالح بين الوحدات المكونة لها. ومن الطبيعي في عالمنا العربي
أن تختلف الرؤى وتتنوع وفق اعتبارات عدة، إلا أن التواصل بين هذه الدول لا ينبغي له أن ينقطع. لقد اعتدنا في عالمنا العربي أن نتعايش مع الكثير من الكوارث والأزمات، إلا أن التدهور الذي نشهده يتطلب تفعيل الأدوات كافة التي تملكها الدائرة العربية، ومن بينها الأداة الدبلوماسية التي تتكلم باسم العرب في المحافل الدولية، وهو ما يفرض على الجامعة البدء بإطلاق مبادرات لمعالجة الوضع العربي تدريجياً باتباع سياسة الخطوة خطوة، وأن تنتبه إلى الخطر الذي يحيط بها ويهدد بخروجها من دائرة المنظمات الإقليمية الفاعلة. على رغم القصور الذي يعتري أداء الجامعة، إلا أن الحل لا يمكن أن يكون بالاستمرار في جلد الذات والنزوع إلى تدمير هذا الكيان، فقد أثبتت تجارب التاريخ العربي أن ما يتم تدميره لا يبنى ثانية. ولا شك في أن هناك العديد من القوى الدولية والإقليمية التي تتمنى أن تتلاشى الجامعة من الوجود كإقرار بتآكل المحيط العربي. ومن الأخبار الأكثر قراءة في صحيفة القدس العربي جاء بعنوان: نيجيري توفي وترك وراءه أكثر من 86 أرملة وأكثر من 150 طفلا. وقالت الصحيفة إن الواعظ النيجيري محمد بيلو توفي عن عمر يناهز 93 عاما، تاركا وراءه أكثر من 86 أرملة وأكثر من 150 طفلا بعد معاناة قصيرة مع المرض. وكان المعلم السابق والخطيب بيلو يعيش حياته سرا مع كل زوجاته في النيجر قبل أن يخرج إلى العلن ويظهر في الصحافة عام 2008، حيث كان يقول شخص عادي لا يمكنه أن يتزوج 86 امرأة، ولكن أنا استطعت بفضل الله. وتضيف صحيفة القدس: في 2008 ألقي القبض على الداعي النيجيري سبب تعدد زوجاته، حيث يبيح الدين الإسلامي الزواج بأربع نساء فقط، إلا أن بيلو كان لا يرى ثمة خطأ في الزواج بعدد أكبر وفق تفسيره الشخصي للدين. وبحسب ما ذكرته صحيفة The Times البريطانية، عندما كان يتم سؤال محمد بيلو عن كيفية إعالة كل هذه الأسر، يجيب قائلا: الله هو المعيل الوحيد. بحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 244 مليون شخص يعيشون خارج أوطانهم، مما يشكل ارتفاعا بنسبة تفوق 40% منذ عام 2000. ومن شبكة البي بي سي نقرأ لكم تقريرا ورد تحت هذا العنوان: أفضل 5 بلدان في أعين المغتربين. وقالت البي بي سي: تحدثنا إلى المغتربين المقيمين في الدول التي تحتل المراكز الأولى عالميا في جذب الوافدين لمعرفة الأسباب التي تجعلهم يختارون العيش في تلك الدول. وطلب من المشاركين في هذه الدراسة تقييم 43 وجها من أوجه الحياة أو تقديم 43 وجها من أوجه الحياة المختلفة للعيش في الخارج، بداية من درجة الود التي يظهرها السكان المحليون ونمط الحياة العائلي إلى القدرة على تحمل تكاليف المعيشة والتوازن بين العمل والحياة. وفي التقييم احتلت تايوان المركز الأول، حيث تعد ثقافة الترحيب بالوافدين ودفء المعاملة إضافة إلى توفر وسائل الراحة من مميزات البلد. كما أتت مالطا بطقسها الدافئ والقرب من أوروبا، ثم الإكوادور بشعب ودود ورعاية صحية بأسعار معقولة، بعدها تأتي المكسيك، أما نيوزيلندا فقد أتت في المرتبة الخامسة بين الدول. إلى أكثر الأخبار قراءة في صحيفة الإمارات اليوم، التي عنونت: يتبرع بشقة فارهة لمشرد بسبب ذكريات الماضي. قالت الصحيفة أن رجل أعمال بريطاني ثري ينوي التبرع بشقة فارهة لأحد المشردين، وذلك لأنه أمضى طفولته مشردا في الشوارع. وذكرت الصحيفة أن المليونير ماركو ريبونسون، الذي أمضى طفولته وهو ينام على مقاعد الحدائق، عرض شقة فارهة تبلغ قيمتها 120 ألف جنيه استرليني يتبرع بها لمن يحتاج إليها. ومن المزمع أن يختار ريبونسون الشخص الذي يستحق الشقة عبر برنامج وثائقي يبث على مدى 6 أسابيع على القناة الرابعة. ويذكر أن ريبونسون الذي يملك أكثر من 150 عقارا حول العالم قال:
اعتدت أن أنام أو أنام على المقاعد في الحدائق العامة أنا ووالدتي لسنوات طويلة قبل أن يبتسم لنا الحظ. الكاتبة السورية رشا عمران كتبت عن كراكيب الذاكرة وكيف نظل مقيدين بذاكرتنا الجمعية والفردية، وقالت في جزء من مقالها المنشور في العربي الجديد: نصبح أسرى التفاصيل التي تملأ فراغات هذه الذاكرة، وشيئا فشيئا نصبح عبيدا لها، حتى إننا نعجز بعد حين عن التحرر من هذه العبودية. وكلما قررنا التمرد ضد استعبادنا ثارت حفيظة الذاكرة وأخرجت لنا كل ما في جعبتها مما يتلف القلب من فرط الحنين، فنرتد عن ثورتنا خائبين. بيد أن هذا الحشو الحنيني يتلف القلب أكثر ويجعلنا أكثر دورانا في دوامة الكآبة. علينا إذن أن نتعلم طرقا عملية للتخلص من كراكيب الذاكرة أو تنظيمها على الأقل. سيبدو الأمر صعبا والحديث عنه أشبه بتنظير المترف، لكن النتائج تستحق المحاولة. لا يأتي تعلم الطرق هذه ضمن وصفة. راقبوا كيف تشدنا العائلة والبيئة والقرية والمدينة والطائفة والدين والوطن والعلاقات المرتبطة بها، كيف تشدنا تفاصيل كل تلك العلاقات لنبقى أسر الانتماء لها. هذه الانتماءات هي أفكار ذهنية مرتبطة بالذاكرة. مجموع تفاصيل علاقاتها هو ما يمكن أن نسميه كراكيب الذاكرة التي تستعبدنا. كيف نتخلص من أثر العلاقات القديمة لننفك من الأسر ونبدأ من جديد؟ سؤال أطرحه كل يوم تقريبا على نفسي. جولتنا المصورة منقولة من صحيفة العربي الجديد، وتغطي تظاهرة أمام البيت الأبيض ضد قرار الرئيس ترامب بشأن المهاجرين. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. أما الآن نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.